اخوان ديالنا السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنبداو في البير رقم 76 والله يقبل العمل المحسنين. زالت عن القلب آلامي أنست بأهل. إخوان ديالنا السلام عليكم. أنتم كتشوفوا طالع الماء في البير الرقم 76 والله يقبل العمل المحسنين. وكنشكروا جمعة نجيبة، كنشكروا المحسنين اللي كيساهموا جمعة نجيبة. نشكر جمعية نجيبة في الديار الهولندية على هذا الدعم الذي استفاد منه التلاميذ تلاميذ المدرسة، وكذلك نشكر مرة أخرى جمعية نجيبة على حفر البئر رقم 76 إضافة إلى تزويده بمضخة مائية وسخان وخزان مائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا. شكراً.